نمشيو الشوكيكه ديال البنات. اييه كنمشيو كنشدو مونينيكس. اييه الخلاط الكهربائي ديال البيضات. اييه الخلاط الكهربائي. كنديرو جوج ديال البيضات، كنديرو كاس ديال السنيده، كنديرو نص كاس ديال الزيت، كنديرو كاس ديال الحليب، كنديرو جوج بنانات، كنقيوهم كنحيدو لهم دوك الخيوط اللي كيكون في البنان. اييه كنخلطو كلشي في الخلاط الكهربائي حتى كيتخلط مزيان، داك العناصر كيتخلطو مزيان. كنخويهم في واحد البول، كنديرو الدقيق، الدقيق كندير تقريبا هذا الكيسان ديال الدقيق العنبه، وكندير جوج خمارات ديال الايديال حمرين. اييه كنخلط هذا الخليط مزيان ديال الكيك، كندهن المول ديالي، كندهنو بالزبده وكنرشو بالدقيق، كنخوي فيه الخليط ديال الكيك، وكنشد القرقع نهرمش. اييه وكندردرو من الفوق من العجينه وكندخلها الفران. ملي كطيب ليا الكيكه كنوجد الفلون ديال البنان، كندير في كاسرونه، كندير كاس ديال الحليب، واحد فلون ديال البنان، وثلاثه المعالق ديال السنيده، وثلاثه المعالق ديال السنيده، كنديرهم فوق البوطه، واحد فوق البوطه حتى كيغلاو، وكنخرج الكيكه ديالي من الفران، كنحيدها من الزبون، كنخليها تبرد، وكنخوي لها داك الخليط ديال الفلون. كتجي زوينه بالمذاق ديال البنان. اييه فعلا نغيروا المذاقات، يعني الكيك كنبغيوهم بانواع كثيره، بفواكه كثيره بما فيهم البنان. وبصراحه راه قليل اللي تيدير البنان في الكيك، تيقول لك لا ما تيعجبنيش المذاق ديالو، ولكن هي راه فعلا كيجي مزيان. أيه. مع القرقع كتاكلي ديك، صح فعلا مع القرقع كيجي زوين صراحه، كيجي غزال. أيه الله يعطيك الصحه. لا انا كيعجبني الصراحه الكيك ديال البنان، غير كاين بعض الاشخاص اللي ما تيبغوش، ولكن خصهم غير يزعموا عليه، تيقول لك ولا البنان اصلا الرطب ما يجيش وهذا، ولكن راه تبارك الله. اي فعلا انا كيجي مزيان.